مرحبا بحضراتكم. الفقرة الأخيرة اللي هنتكلم فيها عن ملف طبي مختلف النهاردة مع دكتور دينا أبو سعود اللي بتنورنا كل كام يوم كده بملف مختلف. النهاردة هنتكلم عن ملف في غاية الأهمية وهو فكرة عمليات السمنة وما بعدها بقى. وما بعدها ده لأن بيبقى فيه تبعات كتيرة جدا، فكرة إن الواحد بيخس فالمعدة بتصغر فالأكل بيقل فالفيتامينز بالتالي بتقل، وكل ده ممكن في الآخر إن هو يؤثر بشكل سلبي جدا على صحة الإنسان. إزاي ممكن إن احنا نعوض ده بمكملات غذائية تعوضنا عن نقص الفيتامينز يعني كم الأكل اللي احنا فقدناه، وإزاي كمان ممكن إن احنا نحافظ على صحتنا بعد هذه العمليات بمختلف بقى أنواعها. حضراتكم عارفين إن الأنواع أكيد مؤخرا كمان انتشرت وكترت جدا بالتقدم التكنولوجي. دكتور دينا أهلا، صباح الفل. صباح الخير يا حبيبتي، ازيك؟ ملف مهم وحلو جدا ان احنا نبدا بقى يعني من بعد ما الناس بتركز جدا قبل اجراء العمليه ووقت العمليه وبتنسى نفسها بعد العمليه. وبالعكس انا بشوف، وحضرتك برضو تاكدي لي، ما بعد هو اهم نقطه او اهم شيء ان انا ممكن اركز عليه او يصح ان انا او يفضل ان انا اركز عليه. مهمة قوي كل الناس اللي بتتفرج علينا يبقى عندها وعي شديد أهمية الفيتامينات والمعادن لمريض السمنة. والستات والرجالة اللي بيخططوا لهم يعملوا عمليات التكميم أو تحويل المسار أو حتى الدايت القوي. ليه؟ لأن زي ما قلتي برضو يا نهاوند أن ممكن المعدة بتتقص، فحمض المعدة نفسه بيتأثر. تحويل المسار، انت بتحولي مسار الأكل في حتة تانية، فبتعدي من الأمعاء شوية اللي بتعمل على امتصاص المعادن والفيتامينات. مهم جدا للناس دي ان هم ياخدوا مكملات غذائية فيها فوليك أسيد، فيها فيتامين بي كله، فيها البيوتين، فيها النياسين، وفيها الفيتامين بي 12 اللي مسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء، وفيها فيتامين اي وفيها فيتامين سي، عشان زي ما قلتي الاكل بقى اقل من الاول بكتير، ومصادر الاكل هي مصادر الفيتامينات. فلو انا قللت الاكل كتير بالطريقه دي اكيد جسمي هيبقى محتاج جدا للفيتامينات والمعادن. وعلى فكره هم الدكاتره المختصين هم اللي بيكتبوا على طول بعد العمليه المالتي فيتامينز اللي هم محتاجينها. كويس جدا. طب ايه تحديدا الفيتامينز اللي يعني الناس اللي بيخضعوا ليه عمليات سمنه بيبقوا محتاجينها تحديدا؟ ايه هي الفيتامينز دي؟ ممكن اقول الفوليك اسيد في المقام الاول. الفوليك اسيد مهم جدا جدا. اقدر اقول الزنك مهم جدا لحمض المعده، عشان المعده شويه بتتاثر، فمحتاجين نقوي الحمض المعده. المعدن اللي بيقوي لي حمض المعده هو الزنك. مهم جدا فيتامين ب 12، عائله فيتامين ب بي كومبلكس بالظبط. فيتامين ب فيتامين بي كومبلكس مهم جدا جدا ليهم، وفيتامين سي وفيتامين اي والكالسيوم. كويس. طيب لو رحنا تحديدا عن المكمل الغذائي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اللي هو مفروض بيحمل كل الانجريدينتس او الفيتامينز اللي احنا محتاجينها بعد عمليات السمنه بانواعها المختلفه والبا مالتي في تحديدا، ونتكلم عن مكونات وكده قدام حضراتكم برضو نشوف تحديدا سريعا تقولي لنا كل انجريدينت موجود او كل عنصر موجود من الفيتامينات ازاي ممكن ان هو يساعد تحديدا اللي هم الناس اللي بيخضعوا لعمليات السمنه المختلفه. طبعا والمقدار طبعا بتاعهم. اوكي. ألب مالتي فيت، اولا ده شكل العلبه عشان احنا ما عندناش بدايل. لازم اطمن كل الساده المشاهدين انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء وانه متوفر في الصيدليات. طيب هنا الصوره بتبين لي 13 عنصر وفيتامين اللي داخل ألب مالتي فيت. رقم واحد الزنك. الزنك مهم جدا للي هيعملوا دايت او اللي هيخش عمليه سمنه مفرطه، بلس انه مهم جدا للعمليات الحيويه في الجسم جميعها. ومهم لاي خليه بتتجدد. عندي فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا للمناعه. كلنا احنا كستات ورجال مهم ان هم يقووا مناعتهم. هنقوي مناعتنا ازاي؟ لان مناعتنا هي الجيش لمحاربه اي فيروس او بكتيريا. هنقويه بفيتامين سي اللي موجود داخل ألب مالتي فيت، لان كمان تركيزه حلو قوي 500 ملي جرام. عندي الزنك مهم للمناعه. عندي فيتامين اي طبعا مهم جدا للاكسده. واعتقد هي دي الصوره اللي بتبين لي مميزات ألب مالتي فيت عن كل المكملات الغذائيه الاخرى. ايه مميزاته وليه انا برشح ألب مالتي فيت بالتحديد؟ لانه الاعلى في التركيز الزنكي، قوي المناعه، غني بمجموعه فيتامين ب كامله، يعمل كمضاد اكسده، يحتوي على مزيج الزنك والنحاس، ويجمع بين الزنك والبيوتين والنياسين والنحاس لدعم صحه الجلد والشعر والبشره. طبعا لازم اقول انه ملوش اي اعراض جانبيه خالص.
يعني مرخص من هيئه سلامه الغذاء، موجود في الصيدليات او عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. طب لو انا اخذته وما التزمتش، عشان برضو الناس تبقى عارفه، يعني اخذته اسبوعين وبعدين بطلته 3 4 ايام بعد كده رجعت اخذته تاني، هيأثر بشكل سلبي ولا الموضوع ملوش علاقه؟ لا طبعا هيأثر بشكل سلبي، احنا عايزين احنا بناخد الفيتامين عشان نشوف نتيجه. الجسم لا ينتج الفيتامينات اللي موجوده داخل الب مالتي فيت، لو اخذته يوم واستنيت 3 ايام مش هحس بنتيجه اصلا، لازم الاستمراريه. لازم يوميا قرص واحد، ده مهم جدا. لو عايزه اشوف طاقه وحيويه هشوفه في خلال 3 ايام هبتدي اشوف نتيجه، عشان اشوف نتيجه في شعري مش اقل من شهر. لأن يعني هيأثر على النتيجة، ان انت طبعًا تشوف نتيجة افضل، مش هيأثر ان هو يضرني. لا يعني لا لا ما يضرش عشان الناس إطلاقاً بس تبقى عارفة. لا 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 ملوش اي ضرر، بس انا عايزة اشوف نتيجة. انا باخد ألف باخد مالتي فيتامينز عشان اشوف نتيجة بالزبط. النتيجة لازم الاستمرارية كويس، عشان لو حد بياخده لاي غرض من الاغراض اللي هو يعني بيقدمها او بيساعد على تحسينها، ما يجيش مثلا واحده عايزه شعرها يتحسن فتاخد شهر وكده توقف اسبوعين ترجع تاني تقول لك طب انا اخدت الكورس 3 شهور ما حصلش ليه نتيجه، لازم الاستمراريه طبعا. فدي نقطه مهمه. طيب نروح ونرجع تاني، بس نروح لاسئله المشاهدين. احمد عادل بيقول رائحة العرق النفاذة برغم استخدام مزيلات العرق ممكن يكون سببها نقص فيتامينز، دي فعلا حاجة بتهيألي كومن عند بعض الناس؟ طبعا بيبقى من احد الاسباب الرئيسيه نقص فيتامين ب كومبلكس كله. فيتامين ب هو اللي بيساعد على عمليه التمثيل الغذائي، عمليه التمثيل الغذائي هي اللي بتطرد لي السموم من الجسم، فلازم يجرب معانا الب مالتي فيت هيلاقي نتيجه احسن بالنسبه لرائحه العرق. طيب ريم مصطفى بتسالك، والدها قعيد يعني ما بيتحركش خالص، فهل الب مالتي فيت ممكن ان هو يحسن من صحته؟ الب مالتي فيت انا بدعمه جدا لكبار السن. حتى الناس اللي ما تتحركش خالص. هو بيدي بقى نشاط وبيدي حيويه، فهيلاقي نتيجه كويسه وبيدعم الصحه النفسيه. فاوريدي على طول بقول ان كبار السن محتاجين مالتي فيتامينز فور شور. واكيد برشح لهم الب مالتي فيت لانه جواه 13 فيتامين وعنصر هيبقوا مهمين جدا لصحته ولمناعته ولطاقته ولتركيزه وللصحة النفسية كمان. طيب نورهان إبراهيم تقول المفروض البنت تبدأ تهتم بفكرة الفيتامينز والمكملات الغذائية من سن كام؟ من سن 20 سنة على طول. تقول لي بقى لا أنا 20 سنة ليه، ده أنا حلوة وأنا مش محتاجة وبتاع. كتير بنات بيخشوا في التربية دي، فبقول لهم لا أنت بتحتاجي ألب مالتي فيت أو بتحتاجي فيتامين سي مثلا وفيتامين إي ومحتاجة فيتامين ب كومبلكس. مهم برضو الصورة دي اللي بتجمع لي كل الفيتامينات والمعادن اللي داخل ألب مالتي فيت، وأنا مكتوب عندي 30 قرص، يعني العبوة بتكفي معايا شهر. شهر كامل. بالظبط. الكالسيوم مهم جدا لدعم تكوين خلايا العظام. عندي الكالسيوم داخل الب مالتي فيت بتركيز 70 ملي جرام. كويس جدا، ده كويس قوي برضه للناس اللي هي ما بتتحركش خالص، لان طبعا الكالسيوم عندهم اكيد بتبقى حالته مش الافضل. طيب بنتكلم عن الجراحات الخاصه بالسمنه والب مالتي فيت كمكمل غذائي، امتى ابدا اخده؟ يعني انا النهارده عملت العمليه وتاني يوم ممكن ابدا اخده من تاني يوم ولا انتظر قد ايه تقريبا؟ ممكن ابدا اخده من تاني يوم، لو مش عارفه ابلعه عشان لسه عامله العمليه بقدر اطحنه، حتى تقدر تسال الدكتور يعني ان القرص يتطحن ويتذوب في ميه مفيش مشكله لغايه ما تعرف تبلع بعد كده. فهو لازم، بس لازم من تاني يوم اخد المكمل. يعني هو ملوش اي نوع بتاتا او لا يمس اي نوع من انواع الضرر، يعني لا 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 اي لا علاقه لا بالضرر، فبالعكس ده هيفيد حتى لو قدرنا ناخده بعد الجراحه بيوم. يعني مفيش فيتامينات بس ناكد على النقطه دي. لا هو الب مالتي فيت الفيتامينات اللي جواه قبل الذوبان في الماء ملهاش اي ضرر من اي نوع خالص. كويس كويس. طيب لو حد لسه بيفكر يعمل العمليه وبيفكر يلجا لبدائل بدل العمليه، عمليه السمنه، هل بننصحه بألب مالتي فيت؟ ولو هو حجمه اوبيس شويه، الناس اللي هي مش عايزه تخس 5 7 كيلو، لا الناس عايزه تخس 30 و40 كيلو، فتقول لهم ايه؟ ومش عايزين يلجأوا يعني لعمليات سمنة؟ مش عايزين يلجأوا لعمليات، لان دول كيسز كتيره جدا، ناس بتخاف من العمليات اصلا. طبعا بقول لهم لازم يتبعوا الاكل الصحي اكيد، لازم يمشوا يلعبوا رياضه عشان ده مهم جدا، ولازم ياخدوا فيتامينات داعمه للحرق. فيتامينز داعمه للحرق ده موجود بقى في الب مالتي فيت؟ الب مالتي فيت الفيتامينات اللي داعمه للحرق والميتابوليزم هو فيتامين بي كومبلكس، وفيتامين بي كومبلكس كل عائله فيتامين ب موجوده في الب مالتي فيت.
كويس جدا. طيب لو راح برضو حد يقول لك طيب انا بتمرن كويس جدا، باكل كويس جدا، اكلي صحي جدا، بحسب الفيتامينز، بحسب الكالوريز، بحسب كل حاجه، هو انا كده ابقى محتاج اصلا مكمل غذائي ولا انا كده تمام؟ بيحسب كل يوم الكالوريز والفيتامينز. في ناس على فكره بتحسبها بالتنتوفه يعني كالوريز اوكي، لكن فيتامينز ما اعتقدش. يعني ما فيش بني ادم جسمه مش محتاج مكمل غذائي؟ كلنا محتاجين. لا كلنا محتاجين طبعا الفيتامينز. والله هو قدر يعرف يحسب الفيتامينات دي، ده بقى جينيوس. تحاليل يعني. لا تحاليل ليه دوريه، ما بيبقاش في نقص في حاجه يعني. لو تحاليل دوريه بس مش من الاكل يعرف يحسب فيتامينات. لا يعني من خلال الاكل الصحي، فهو جسمانيا بيحصل على الفيتامينز، فلما بيعمل تشيك اب بيلاقي نفسه تمام الدوزز. هل برضو ساعتها يلجا لالب مالتي فيت او اي مكمل غذائي ولا ساعتها لا؟ انا ما عنديش مشكله، عايز يلجا لالب مالتي فيت، هو زي ما انا قلت قابل للذوبان في الماء، فمالوش اي تخزين في الخلايا. لو هو شايف انه يقدر يدعم الاكل والصحه بتاعته بالاكل بس وعمل تحليل الفيتامينات خلاص، مش لو مش عايز ياخده ما فيش مشكله. يعني ما دام هو عارف ان هو يعرف يدعم نفسه ويعرف يحسب كل مره الفيتامينات وكل شهر يعمل تحليل فيتامينز، خلاص ما فيش مشكله. بس المهم قوي اقول على الصفحه دي ان الب مالتي فيت متوفر الان في المتحده للصيدله، دي شركه توزيع من اكبر شركات توزيع الادويه في مصر والمكملات الغذائيه، عشان العملاء اللي بيخشوا الصيدليات ومش موجود الب مالتي فيت والدكتور الصيدلي عايز يوفر الب مالتي فيت، فيقدر يكلم كود الصياد يعني يكلم الشركه المتحده ويبعت له كود بتاعنا اللي موجود في الشركه المتحدة، هيوفر له على طول الب مالتي فيت في الصيدلية بتاعته. طيب الشق الخاص بالنفسي، الشق النفسي لان برضو ده مرتبط بعمليات السمنه، لان انا بعد ما بعمل عمليه برضو الواحد نفسيته بتبقى، لان هي صعبه من عمليات السمنه دي، من العمليات الصعبه، فبالتالي نفسيا البني ادم بيبقى متاثر بشكل كبير. ازاي برضو الب مالتي فيت بمكوناته ممكن ان هو يحسن لي الصحه النفسيه تحديدا هنا؟ برضو برجع اقول احتواء على فيتامين بيه كومبلكس. هي بي كومبلكس دي بتحل كل حاجه. الفيتامين بيه ده كل حاجه علاجها بي كومبلكس. ده الحياه بالنسبه لي. فيتامين بيه كومبلكس فعلا بيعمل ده، لانه بيدعم جدا الاعصاب. ومعاه فيتامين اي، لان فيتامين اي ضد الاكسده، فضد الاكسده يعني بقلل التهابات جسمي. فيتامين بيه كومبلكس بيعلي لي التمثيل الغذائي، فبالتالي بيعلي نشاطي، فبالتالي بتلاقي الصحه النفسيه طول الوقت with positive energy. حلو جدا. طب ما تيجي نتكلم اصلا عن نقص الفيتامينز في الجسم اللي هي بتؤدي للسمنه، فده بغير ان انا باكل كتير، بس اكيد في فيتامينز بتبقى فيها شورتج في جسمي، دي بتخليني اجوع كتير، دي بتخليني مودي وحش فاكل كتير، يعني نتكلم عن النقطه دي تحديدا. فيتامين د رقم واحد. فيتامين ب كومبلكس رقم اثنين. اوكي ليه بقى؟ ليه د وبي كومبلكس؟ اولا هو فيتامين د مهم جدا لكل حاجه، ونقصه الدراسات اثبتت نقصه انه بيعمل سمنه. تاني حاجه فيتامين ب مهم جدا لعمليه التمثيل الغذائي وسرعه الحرق، فنقصه هيعمل لي سمنه. دي نقطه مهمه، الناس ما بتبقاش عارفه، يعني مش كل الناس طبعا، بس بعض الناس ما بتبقاش عارفه ان فكره السمنه دي ليها يعني سبب برضو في نقص فيتامينز في الجسم. أكيد يعني الموضوع ما بيبقاش اللي هي شراها وخلاص، في اسباب تانية بتبقى طبعاً. برضو يعني الموضوع كبير، الموضوع كبير والله. بس اكيد السمنه من الامراض المزمنه، لان مش رفاهيه يعني. البعض يقول لك ما التخين خس الموضوع بسيط، لا بس لا، نتائج وحشه جدا السمنه، نتائجها وحشه جدا لو طبعًا فعلا طبعًا لم يتم تداركها بشكل كبير. وبعدين احنا عندنا ثقافه شويه يقول لك الكرش والتخن ده صحه، يعني ده شيء مدمر اصلا، وثقافه غلط تماما، يقول لك ده عز دي صحه، فده العكس صحيح طبعًا. يعني لو برضو تقول لنا عن النقطه دي تحديدا، ليه البني ادم المليان تبقى صحته اصلا مش كويسه؟ الدهون خطر جدا، وبالذات دهون البطن. البطن يعني احشائي، يعني في المعده وفي الكبد وفي الكلى، ما ينفعش ان انا اربي دهون في البطن ويبتدي يحصل لي دهون على الكبد. دهون البطن خطيره جدا، وطول الوقت بتلاقي المريض السمنه موده اصلا على طول في اكتئاب،
يعني مش في اكتئاب، يعني زهقان مش عايز، غير راضي طبعا، غير راضي على شكله ومش قادر يقوم يخلص مهامه. عشان كده بقول لازم نهتم بوزننا ولازم نهتم بصحتنا ولازم ندعم جسمنا بالفيتامينات والمعادن والاكل الصحي وشرب الميه. فده مهم قوي. وبنرجع اقول ان ده شكل علبه ألب مالتي فيت. يا ريت نصور شكل العلبه. وبطمن كل الناس انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء 30 قرص، يعني العبوه بتكفي شهر. الجرعة المناسبة قرص واحد بس في اليوم بعد الفطار بساعة، مش وقت الأكل. عشان ما يبقاش في أكل في المعدة، على كوباية مية كبيرة. برضو عايزة حضراتكم تركزوا في شكل العبوة، علشان للأسف الشديد دلوقتي بقى فيه تقليد لكل حاجة، يعني أي حاجة بقى عندها كوبي منها، الشكل بالألوان بالتصريح بالكل حاجة مكتوبة، لازم حضراتكم تخلوا بالكم منها. والتوزيع في المصادر اللي بنتم أو بيتم إعلانها عند حضراتكم على الشاشة، ولو عايز تضمن خالص أنت تتصل بالأرقام، كان ممكن أن هي تبقى الأرقام والصيدليات. الصيدليات أمان جدا كويس. جدا لو أنا مش عايز أخذ حاجة أنا ما أعرفش مصدرها إيه، الصيدليات طبعا رقم واحد، وكمان الارقام اللي على الشاشه دي رقم الشركه بتاعتنا، بنوصل لحد باب البيت، ما عندناش اي منفذ بيع تاني. عايزين تستفسروا اكتر عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرال، يعرف بقى يقرا اكتر عن المكمل الغذائي. بالظبط، وعندنا كول سنتر موجود على الصفحه يقدر يرد على اي استفسار ليه. كويس جدا كويس جدا. دي طبعا هنا الصوره دي مهمه جدا يا نهاوند. الميزه بتاعت ألب مالتي فيت زي ما انا قلت، الاعلى التركيز في الزنك. صعب جدا ان انا الاقي ألب مالتي، الاقي مكمل غذائي زي ألب مالتي فيت فيه اعلى تركيز في الزنك. الزنك مهم للمناعه ومهم لخصوبه ذكور اهي وبشره وشعر، بيقوي المناعه جدا. طول الوقت بقول لازم اخد الفيتامينات يوميا اللي تقوي مناعتي. كل يوم بنخرج بنتعرض، ممكن نتعرض لاي فيروس لاي بكتيريا، ولو انا مناعتي قليله هيتمكن مني. أيوة. فألب مالتي فيت داعم للمناعه. تاني حاجه داعم للاكسده، مهم قوي ان انا طول الوقت اخد انتي اوكسيدنت. زي ما انا قلت لك قبل كده جسمي بيتاكسد اوتوماتيك من حاجات كتيره جدا. بيتاكسد ولا احنا عارفين؟ ايوه، واحنا مش حاسين. يوميا يوميا لو احنا نايمين ولا امتى؟ وانا بنزل الشارع من غير واقي الشمس مثلا، وانا باكل سكريات كتيره جدا ده بيعرض الاكسده، باكل الدهون الغير صحيه بيعرض جسمي الاكسده. فلازم طول الوقت اخد انتي اوكسيدنت. انا لسه كنت هكلمك في نقطه الناس اللي بتحب الحلو، لان دي ثقافه عندنا، معلش كل مجتمع ليه ثقافته. احنا بنحب الحلو وبناكله وما بنحسبش، بنقول هنبقى نمشي نص ساعه نحرق، هنبقى نعمل اي حاجه نحرق، وما بنمشيش وما بنمشيش بس ما نحرمش نفسنا. ايوه. فنقول ايه او ايه اللي ممكن ألب مالتي فيت من خلاله يفيد الناس اللي هي سكرياتها كتير غصب عنها؟ ما هو برده احنا بني ادم طاقه، مش عايزين احنا نيجي على الناس قوي. في ناس ما بتقدرش تمنع نفسها. ايه بقى ازاي ألب مالتي فيت ممكن يفيد؟ ألب مالتي فيت بيقدر يساعد بنسبه، لان ألب مالتي فيت برضو برجع اقول فيتامين ب كومبلكس، برجع اقول فيتامين ب كومبلكس بيساعد جدا على سرعه الحرق، فبيحول لي الاكل اللي بناكله الى طاقه. بس مش معنى كده ان انا اكتر برضو في السكريات. انا ما بنقولش نحرب الناس، مهم ان انا اكل اللي انا عايزاه، بس مش لازم اكل كيلو مش صينيه بسبوسه، مش بالظبط، اكل بيس ما عنديش مشكلة، لكن بلاش أكتر، ده يفضل أكيد يعني. طب بصي، هو الوقت خلاص بيجري، فهناخد منك زي كده إرشادات سريعة عن ميزة ألب مالتي فيت. أنا لو شخص عادي ورايح الصيدلية وعايز أدور على مكمل غذائي ومحتار، لو أنا هتكلم آخر دقيقة دكتور دينا، هتقول للمشاهد إيه عن مميزات ألب مالتي فيت تحديدا، وإزاي ممكن يكون أفضل من غيره؟ مميزات ألب مالتي فيت، إن أول حاجة الأعلى تركيز في الزنك، ده مهم جدا، وان جواه نحاس مش بس زنك، دي حاجه. مميزات ألب مالتي فيت، الاقوى كمضاد اكسده لانه بيجمع لي بين فيتامين سي وفيتامين اي. من اكبر مميزات اي ال بي مالتي فيت انه جامع بفيتامين ب كومبلكس كلها، مش مثلا واخد الكوبالامين وسايب، لا عندي الكوبالامين والفوليك اسيد وفيتامين بي 2 و5 و6 و7 و9. فده برضو ميزه قويه جدا في ألب مالتي فيت، وقوي جدا كمناعه. فعشان كده بقول ان ألب مالتي فيت فيه مميزات انا مش شايفاها لحد دلوقتي في اي مميزات من المالتي فيتامينز الاخرى. كويس جدا. ورجال وسيدات وكبار سن واطفال واصحاب امراض واشخاص عاديه واشخاص رياضيه واشخاص غير رياضيه، فدي ميزه على فكره ايضا، لان في بعض المكملات الغذائيه بتبقى محدده شويه في نوعها، لكن احنا بنتكلم عن يعني مكمل غذائي فيه او يقدر يخدم الكل، الفئات المختلفه بالاعمار المختلفه، حتى اصحاب الامراض المزمنه.
يعني مهم قوي اقول انه لا يتعارض اطلاقا مع اي دواء من اصحاب الامراض المزمنه بياخدوه، وهيبقى رائع جدا لمريض السكر، لانه برجع اقول برضو فيتامين ب كومبلكس، رائع جدا لمريض الكوليسترول لانه بيحتوي على فيتامين اي، رائع جدا لمريض القلب لانه بيحتوي على الكوبالامين. نورتينا كالعادة بجد، الله يفكرة مهمة. أنا بشكر حضراتكم على متابعتنا، نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة، وعشرة الصبح في الأهلي.